مرحبا بكم أصدقائي في حصة التربية التشكيلية. درسنا اليوم الألوان الباردة والألوان الدافئة، لكن تعالوا لنتذكر ما درسناه سابقا. ما هي الألوان الأساسية يا ترى؟ أحسنتم، أحمر، أصفر، وأزرق. وإذا مزجناها ماذا ستعطينا؟ نعم، الألوان الثانوية، بنفسجي، أخضر، برتقالي. أحسنتم. والآن هيا لننتقل إلى درسنا الجديد. هل لديكم فكرة عنه؟ حسناً، سأخبركم. الألوان الدافئة يا أصدقائي هي التي تشتق من اللون الأحمر، أما الألوان الباردة فهي التي تشتق من اللون الأزرق. إذن أصفر، أحمر، برتقالي، ألوان ماذا؟ دافئة. والأزرق والأخضر والبنفسجي من أي ألوان هي؟ نعم، باردة. أحسنتم. لكن في ماذا نستخدم هذه الألوان؟ تستخدم الألوان الدافئة يا أصدقائي للدلالة على التنبيه والخطر، فهي ظاهرة جدا، ونرتديها أيضا في ملابسنا في فصل الشتاء كي نشعر بالدفء. حتى الشاي الدافئ لونه أحمر. أما الألوان الباردة فتستخدم للدلالة على الأشياء الهادئة، البهجة، السرور، لذا نرتديها في فصل الصيف، وتستخدمها المستشفيات كلون لجدرانها لإشعار المريض بالهدوء والراحة. حتى عصائرنا المنعشة في فصل الصيف ألوانها من ألوان باردة. كانت هذه ألواننا يا أصدقائي، جربوها، لا تنسوا هذا. إذن بالتوفيق وإلى اللقاء.